رئيس، إذا نجي نقارن بين آخر موازنة أقرت هي موازنة عام 2019 كانت كموازنة ب 133 تريليون ولم تصرف كل الموازنة، هي موازنة تقديرية يمكن ما تجاوز الإنفاق 100 تريليون. إذا نجي لموازنة عام 2021 المقترحة طبعا رقم مبالغ ب 164 تريليون، لكن إحنا إذا نسمع ب 164 تريليون يجوز نقول كل مشاكل البلد راح تنحل، وبأخص مشاكل الطبقات الفقيرة اللي هم مشاكل ذوي الدخل المحدود هي مفردات البطاقة التموينية. إذا نجي لمفردات البطاقة التموينية نلقي الحكومة مخصصة مبلغ 794 مليار فقط لمدة سنة لمفردات البطاقة التموينية، بينما بآخر موازنة كان المبلغ المخصص 1.5 تريليون. يعني احنا نستغرب الموازنة تزيد وتتضاعف ومبلغ البطاقة ينزل للنصف، مع العلم انه نعرف احنا الظروف الاقتصادية اللي مرت على البلد عام 2020 اللي الدخل للمواطن قل، فالمفروض يكون دعم لمفردات البطاقة التموينية، وبدلا من زيادتها مع زيادة الموازنة لا رجعوا خفضوها للنص. اذا احنا المبلغ بال 19 ما وفر 7-8 حصص بالسنة، فانا كيف اقللها للنص؟ هذا النص يجوز يكفيهم 3 حصص بالسنة. فالرقم بصراحة الخاص بالبطاقة التموينية يحتاج إلى إعادة مراجعة ومضاعفته، أو على الأقل رفعه إلى 1.5 تريليون كما جرى عام 2019. النقطة الثانية سيادة الرئيس، عندنا المادة 42 بالموازنة مادة خطرة وتنص على لصاحب حق التصرف إقامة المشاريع السياحية والخدمية والتجارية على الأراضي الزراعية استثناء من أحكام قانون توحيد أصناف الدولة مع تصحيح الصنف نقدا. احنا نستغرب سيادة الرئيس زج هكذا نصوص من الحكومة في قانون الموازنة. هذا قانون مالي مو تشريع قوانين لتنظيم مثلا بعض هاي أراضي الزراعية. المفروض قانون ينظم آلية استثمار الأراضي الزراعية. ما معقولة أجي أنا أوافق على أنه أحول صنف الأراضي الزراعية مقابل ثمن معين لتحويلها إلى سكنية، العفو، إلى تجارية أو إلى مشاريع سياحية. هذا يعني ما يبقى عندنا لا حزام أخضر ولا يبقى عندنا يجوز مساحات خضراء. إحنا السكني ما حلينا مشكلته بالزراعي، نروح ننطيهم صلاحية تعال خذ لك كذا دونم روح سوي لك بيه المول أو مشروع تجاري. هاي المادة صراحة محشوة ابتداءً. النقطة الثالثة سيادة الرئيس، الحكومة طبعا ووزارة النفط تجري مفاوضات لغرض بيع النفط بطريقة الدفع المسبق، أي أنها تفاوض شركات صينية وشركات عالمية، أي أنها تفاوض الشركات لغرض بيع شحنات من النفط بدون تسليمه، يجري تسليمه بعد سنة أو أكثر. طبعا هذا الموضوع خطر جدا، لأنه إحنا باعتبار راح نستلم أموال والحكومات اللاحقة خلال السنة المقبلة راح تواجه مشكلة. إحنا محددين بتصدير النفط حسب حصة أوبك،